بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي في النخبة الثقافية العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم في البرنامج الذي أنتم الكوكب فيه والعقول المفكرة والألسن الناطقة، برنامجكم صورة وتعليق. أهلا وسهلا بالجميع الأعزاء والعزيزات، لا أخفيكم سرا أن بضاعتي الليلة سيكون محورها وانطلاقتها منكم أنتم. الموضوع سنأخذه على شكل حوار ونقاش بيننا. إنه موضوع هذه الصورة النخبة الثقافية العربية. إذا أردنا أن نجزئ أو نأخذ مسمى هذا المنتدى الذي نعيش فيه بأجزائه، فهو مكون من النخبة الثقافية العربية كما ذكر، وأيضا قيل أن النخبة مفردة جمعها النخب، وهي مجموعة صغيرة من الأشخاص المسيطرين يعني على أمر ما، سواء اقتصاديا أو قوة سياسية أو اجتماعية. المهم، هذه يجمع هذه النخبة أمر اجتمعوا عليه، أصبح لهم تأثير في هذا المجال. كذلك تعبر النخبة عن طبقة معينة أو شريحة منتقاة من أي نوع عام، كما أسلفنا، تمارس نشاط لهم فيه القوة المسيطرة أو الأمر المسيطر والمكون لهذا التجمع أو الجماعة. الثقافة هي سلوك اجتماعي معيار موجود في المجتمعات البشرية. تعد الثقافة مفهوما مركزيا يشمل نطاق الظواهر التي تنتقل من خلال التعلم الاجتماعي في المجتمعات البشرية. تمثل السلوك الإنساني والممارسات الاجتماعية، ويعبر عنها بأشكال مختلفة في مجالات المعرفة الإنسانية، سواء في الفن أو الموسيقى أو التقنيات أو يعني كل نشاط إنساني تدخل فيه الثقافة ويكون لها أبعاد وأنشطة في هذا المجال. منتدى النخبة الثقافية العربية أسسه الدكتور محمد البروفيسور محمد العجلاني في 22 أكتوبر عام 2015 ميلادية. عدد الأعضاء حتى اللحظة 178 عضوا يمثلون المجتمع العربي بجغرافيته المعروفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كانت أمسية ليلة البارحة تسجل إلى مجموعة منتدى النخبة الثقافية، بدأها وأدارها الإعلامي القدير الأستاذ يحيى زيلعي، واستطاع بحنكته من إدارة الحوار وتسجيل وتدوين انطباعات الأعضاء عن المجموعة، وقد أبدوا آراءهم بأريحية كالعادة تبين مدى انتماء الأعضاء وحبهم لهذه المجموعة المتميزة بالعلاقات الأخوية والاحترام المتبادل، فهي مجموعة نخبة ثقافية وفكرية جمعت بين أعضائها من العراق الشقيق إلى المغرب الشقيق، واسمحوا لي أن أطلق عليها كما ذكرت سابقا جامعة الثقافة العربية. شعارها تميزنا يميزنا، وعنوانها الاحترام المتبادل، ولا أبالغ إذا أطلقت عليها اسم جامعة
لأنها تضم نخبة قامات الفكر والثقافات من جميع أقطارنا العربية الغالية. هذه القامات التي ننهل من فكرها وعلمها وثقافتها وخبرتها كل يوم الكثير والكثير، وأصبحت مرجعاً لكل من يريد الاستزادة في موضوع ما، كما ننهل من ينابيع شعرها وفنها الذي نتذوقه عند أهله. هي واحة متعددة المواهب والأفكار، ففعلا نخبة متميزة اختارها مؤسس هذه المجموعة سعادة الدكتور الفاضل محمد الشريف العجلاني بدقة متناهية ليحقق الأهداف المرجوة منها، وأدارها بكل اقتدار وحرفية. يساعده في ذلك أعضاء مجلس إدارة متمكنون من عملهم، ولذلك تطرح الموضوعات يوميا وتناقش ويثري النقاش الخلافات العلمية والفكرية الذي تغذي النقاش والحوار بأسلوب راق واحترام متبادل بين الجميع، وتوثق هذه النقاشات واللقاءات عن طريق أيقونة النخبة الأخت الفاضلة الأستاذة شاهة القضاء شاهة العطاء. وأشعر وأنا أسجل كلمتي هذه أن الجميع يتسابق في إعطاء الأفضل لهذه المجموعة لشعورهم بالانتماء لها، فالنخبة بيتنا والأعضاء أهلنا وإخوتنا. أدام الله علينا جميعا هذا الود والاحترام المتبادل، ودمتم متألقين في سماء وطننا العربي الغالي. أختكم الجوهر بنت فهد محمد بن عبد الرحمن آل سعود من السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سن بسنته واتبع هداه. أولا نرحب بصاحبة السمو الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود حفظها الله، دائما صاحبة السمو، صاحبة المواقف، وصاحبة القدوة التي تبثها في منتدانا وفي المجتمع السعودي وفي المجتمع العربي. هكذا يكون الوفاء وهكذا يكون العطاء. كل يوم نستقي من صاحبة السمو الدكتورة الجوهرة هذا الإبداع وهذا الفكر وهذا العطاء وهذا الوفاء وهذا التواضع، زادها الله من فضله. الحقيقة مهما قلنا صاحبة السمو الدكتورة الجوهرة يبقى مكانها عالي جدا، لا نستطيع أن نعبر بما في نفوسنا، وما نستطيع إلا أن نقول جزاها الله عنا خيرا وبارك الله فيها، كثر الله من أمثالها. المجتمع حقيقة يحتاج أن تظهر هذه القدوات، وأن يستمع إليها الناس، وأن يستمع إليها المجتمع، وأن يستمع أيضا إليها الجيل. تبقى صاحبة السمو قدوة ما شاء الله عليها في كل شيء، في حياتها قدوة، في تواضعها قدوة، في عملها قدوة، وفي منتدانا قدوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعها بالصحة، وأن يرزقها الجنة بغير حساب، وأن يلبسها ثياب الصحة والعافية. باسم النخبة جميعا نشكرك صاحبة السمو على هذا العطاء وعلى هذا الجمال في الطرح، وعلى هذه المشاركة، وعلى كل ما تقدمي لمنتدانا حفظك الله من دعم ومن أخوة ومن توجيه ومن علم ومن ثقافة لم تبق لي علينا يوما حفظك الله، جزاك الله عنا خيرا وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد النخبة هم يعني هم مجموعة من الأشخاص اللي عندهم أو لديهم قدرات تفوق غيرهم. شكرا دكتورة إيمان. النخبة هم مجموعة من الأشخاص لديهم قدرات تفوق غيرهم، صحيح. طبعا ليس هناك تعريف محدد أو معنى محدد، لكن أنا جعلت هذه المادة للمنتدى الذي نعيش فيه، نريد أن نعرف المسمى والأهداف وماذا يريد منا هذا المنتدى وماذا نريد من المنتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ يحيى
شكرا الدكتورة إيمان على هذا التعريف الرائع جدا. شكرا أبو الفخر. شكرا نخبتنا المباركة. النخبة الثقافية العربية نخبة مختارة بعناية من مثقفي وأدباء وعلماء وشعراء وأهل الفكر في كل المجالات، اجتمعوا على هدف واحد وهو الرقي بالمجتمع العربي، الرقي بالمجتمع العربي، وهذا ما حصل بالفعل. كل الأعضاء يمثلون نخبة الفكر، نخبة العلم، نخبة الثقافة، نخبة التخصصات، كل التخصصات لله الحمد موجودة في المنتدى. لذلك أصبحت بوتقة تجتمع فيها كل أنواع الثقافة والعلم. شكرا بروف محمد، اختصرت علي عنصر من العناصر وهو الأهداف التي من أجلها أنشئ هذا المجمع وهذا المنتدى. لا أزيد على ما ذكر في هذا التسجيل ويضمن في التوثيق لهذه المادة. الأعزاء، قد يسأل سائل يعني لماذا نحن نتحدث عن موضوع يعني معروف، يعني مكان نحن نعيش فيه، ترى ما الفائدة التي سنخرج بها من أننا نعرف أو نتدارس ونتحاور في معنى النخبة الثقافية العربية؟ ثقوا تماما وأنتم وأنا على يقين من هذا الفهم الموجود لدى الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى من الإخوان والأخوات. ليس التناول هذه المفردات بمعانيها في اللغة العربية لذاتها، وإنما أردت من ذلك أن نسلط الضوء وأن النخبة الثقافية العربية هي محققة لمعانيها، لمعاني هذه المفردات من خلال هذا المنتدى. أجزم يقينا أن 22 أكتوبر 2015 عندما سئلنا عنه فعلا هو سؤال عام، أتوقع بعد الآن سيكون هذا التاريخ له مكانة في نفوسنا ولن يعني ينسى بشكل مباشر، فهو الولادة، وأستطيع أن أطلق على ذلك، فهو الولادة الثانية لكل واحد منا، لكل إنسان ولادة عندما خرج من بطن أمه، وهناك ولادة للإنسان أو مرحلة عمرية يكون لها تأثير عليه وتشكل حياته، توجهاته، أفكاره. وأحسب أن تواجدنا في هذه النخبة الثقافية العربية هو ولادة ثانية، نشأنا وعشنا وما زلنا نتعلم كل لحظة وكل يوم معاني جميلة، سواء في مجال المعرفة والثقافة أو مجال مهم جدا وهو لو أنفقت الأموال وضربت المواعيد لما تحقق للإنسان مثل ما يتحقق في هذا المنتدى، وهو التركيز على الجوانب الأخلاقية، المعاني السامية في الخلق الإسلامي الفضيل، هي مجسدة وهي واقع معيش في كل حوار، في كل معلومة، في كل صباحيات ومسائيات. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا المجمع وهذا التجمع الجميل المبارك. إخواني وأخواتي، إذا نحن أفراد والفرد هو نواة المجتمع. نحن أفراد نؤدي دورا اجتماعيا من خلال المجتمع الذي اجتمعنا فيه وهو هذا الجروب الواتساب، وهذا من استخدام التقنية والاستفادة من مجالاتها من خلال
العصر والانفتاح، فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى أن سخرت لنا وسخر لنا هذا المكان لنجتمع فيه استفادة واستثمارا للتقنية بما يعود علينا بالنفع والفائدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد برأيي المتواضع النخبة هم الصفوة أو المجموعة من البشر لهم القدرة على يعني في مجال معين وقوة التأثير والتغيير نحو الأحسن، ومن يملك الفكر ويستطيع إقناع المقابل مع أدوات أخرى يمتلكها في شخصيته. شكرا لكم. الشكر في أسمى معانيه لك دكتورنا الدكتورة الفاضلة، الله يعطيك العافية. تعبير موجز بعيد عن الفلسفة والتقعر، فعلا هذا ما الهدف من إقامة أو التذكير أو مناقشة هذه الأمسية، هو هذا المعنى الجميل، هو التأثير والتأثر الذي وجد ويوجد وسيوجد مستمرا بإذن الله في هذا المنتدى النخبة الثقافية العربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تاريخ 22 أكتوبر 2015 هو تاريخ مهم حتى بالنسبة للأعضاء الذين لم يعينوا ولادة هذا الإطار الثقافي الرافع المستوى، وأنا واحدة من هؤلاء الذين لم تتح لهم فرصة الانخراط في أولى خطوات التأسيس، ولكن مع ذلك يعني لهذا التاريخ شيء الكثير، فهو محطة تؤرخ لتأسيس وتدشين هذا الإطار الثقافي الشامخ الذي يضم قامات من الوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج، يمارسون يعني مهما تغطي تقريبا كل الوظائف العمومية والخاصة ما شاء الله، وهاجسهم الوحيد والأوحد هو تقاسم عصارة فكرهم وإنتاجاتهم وإبداعاتهم مع أعضاء المنتدى بأسلوب راقي يحيل على ثقافتهم وعلى رقي أخلاقهم وعلى مستواهم العلمي المتميز. هو إطار يسهر على تدبيره وتسييره بحنكة فريدة من نوعها الدكتور شريف العجلاني الذي يصعب الحديث عنه وعن ما يقدمه لهذا المنتدى بصراحة، فهو لا يدخر أي جهد يعني من أجل الرفع من أداء هذا الإطار، وإذ نجده يضحي يعني بكل ما يملك حتى بوقته بصحته بجهده حتى يبقى هذا الإطار حامل لمشعل الثقافة والعلم والمعرفة. ونحن نلحظ جميعا أن يعني منتدانا أصبح يعني يزداد منسوب عطائه مع الطاقات الجديدة التي يعمل الدكتور شريف العجلاني على انتقائها بعناية فائقة، فكل الشكر وكل ثناء للدكتور شريف على هذه اللمة العربية التي يعمل على قيادتها برجاحة عقل منقطعة النظر، دون أن ننسى طبعا الدعم أو يعني الدور الداعم والمحفز الذي تقوم به سمو الأميرة الدكتورة جوهرة حفظها الله. والهاجس الذي يحركنا جميعا هو تجسير العلاقة بين الشعوب العربية وتمتين أواصرها وتحقيق حلم الوحدة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتورة جميلة، ما شاء الله عليك، دائما تظل مشاركاتك وطرحك فيه من الأخوة الصادقة والمشاعر النبيلة. شكرا لفيض هذا العطاء السامي، وكما ذكرتي من لم يشارك من البداية في تاريخ هذا المنتدى فهو بحمد الله أصبح مع الركب، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. شكرا دكتورة جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوتي وأخواتي جميعا. قد لا أكون من أوائل من أنضم إلى هذا الصرح الثقافي العملاق، ولكنني أصدقكم القول بأنني أعتبره
أو أعتبر هذا الصرح الثقافي يعني منهل من مناهل الثقافة والعلم الذي يعني أرجع له في كثير من الأحيان، وأحفظ كثير من الأشياء التي تطرح في هذا المنتدى الثقافي الرائع الذي أعتبره جزءا مني، أصبح يعني جزء من يومياتي، جزء من حياتي. أتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد، وأشكر كل من ساهم في بناء هذا الصرح، وعلى رأسهم الأميرة الجوهرة حفظها الله، والأستاذ وأستاذي ودكتوري ومعلمي الأستاذ محمد العجلاني، والأستاذة شاهة التي يعني لا تدخر جهدا في التوثيقات الجميلة. وشكرا لكم جميعا، وأتمنى لكم التوفيق من كل قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم علي القرني أبو جهاد. أخي الكريم الأخ علي القرني، ما أجمل هذه المشاعر، والله شخصيا لو لم أسمع إلا هذا التسجيل وهذا الكلام وهذه المشاعر وهذا التعبير الذي هو لسان حال الجميع، لو لم أسمع إلا هذا التسجيل لكفاني فخرا أن كنت معدا لهذه الأمسية، واستطعت أن أستخرج وأن أستنطق مثل هذه المشاعر التي تسجل في نخبتنا الجميلة. شكرا يا أخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، حقيقة النخبة الثقافية هي جامعة للعلوم والحكم، جمعت أهل العلم وأهل الفضل. لم أتشرف بأكون من أعضاء المؤسسين للنخبة، ولكن شاركت بعد فترة، ومر على النخبة يعني شخصيات عظيمة جدا، ما زالت النخبة تزخر بالعديد من العلماء والمثقفين والذين يمثلون خلاصة العالم العربي والإسلامي. أيضا ما يطرح في النخبة يعبر حقيقة عن واقع العالم العربي فكريا، وهو الرقي. والنخبة أعادت لي الثقة في عالمنا العربي وفي مثقفيها، فنحمد الله أن وجد في العالم العربي مثقفين أمثال الدكتور محمد الشريف وبقية أعضاء النخبة الكرام الأفاضل، أخذوا على عاتقهم النهوض بالفكر العربي وإحياء النقاش الجميل الهادف الذي تخرج منه بالفائدة العظيمة. ونسأل الله بمنه وفضله صلاح النية والذرية لنا ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الإبداع والألق الفكري والثقافي لمجموعة النخبة. يعني النخبة أشعر أنه أيضا مسمى قليل عليكم، ما شاء الله النخبة أيضا قليل عليكم. ممكن نبحث عن مصطلح فيما بعد يليق بمقاماتكم الجميلة المبدعة. أنا توني دخلت طالع للتاريخ ما شاء الله 5 سنوات، لأنه أنا لم ألتحق بهذا الفريق إلا قريب، وشاركت مرة واحدة، ومعظم مشاركاتي قليلة ونادرة، ولكن أستفيد أطلع وأخرج دائما بفوائد جميلة. تعرفت على بعض الأصدقاء أيضا في هذا الفريق، جهد علمي مرتب منظم واسع متعدد واسع المعارف، يعني فيها إثراء فعلا يحتاج إلى توثيق، يحتاج إلى رصد، وإلى أن يمتد إلى البلاد العربية، لأن كل عضو فيه من العرب من كل مكان
لديه ثروة. وأيضا جميل أنه اقترحتم أن يكون سفراء، كل واحد منهم سفير لبلده عند الثاني وهكذا. جميل أن يكون التواصل أيضا سريع ومنظم بهذه الطريقة. هذا أيضا يعطي هذا الفريق أو هذا هذه النخبة كثير من المنطقية وكثير من الفوائد الجمة. ممكن فيما بعد ينتخب من القضايا التي طرحت على متن هذه المجموعة، بيكون كتاب، بيكون مجلات، أبحاث استفاد منها، مراجع، وأيضا تطرح أفكار كثيرة للباحثين للمتابعين. وهذا أيضا يعتبر من الإنجازات التي حققها النخبة في هذا الجروب المميز. الدكتور محمد الشريف لديه ما شاء الله طول نفس، لديه استقصاء وحرص ومتابعة ودقة في العمل ودقة في الحرص، انه يحرص ان كل عضو يشارك، يعني يظل ورانا كم مرة يتابع معي موضوع ارغب في طرحه ان شاء الله فيما بعد، وانا اسوف واجل، لكن ان شاء الله ربي يجملني منكم ومنه واقدم فكرة اخرى. شاركت مرة واحدة مشاركة يتيمة، وإن شاء الله أني أحاول في المرات القادمة. طبعا القيادة بقيادة الدكتورة الجوهرة، أميرة المعرفة وأميرة الاحترام والتقدير والذوق، والدكتور بسعة صدره الدكتور محمد، أيضا نفسه الطويل يعجبني في هذه طريقته للأخوة والاحتواء والركض الحثيث لكل جديد ولكل الضيوف، ينتقي ويختار ويأتي بهذا يعني حركة دؤوبة، يذكرني بأنه كأنه أمام خلية من المبدعين، ويعمل على الاستفادة منهم وتقديمهم للآخرين، يعني اسمع صوتهم لكل من يبحث عن هذه المعرفة والثقافة بشكل عام. ممتنة دكتورة محمد على حرصك أني أشارك وأني أتكلم، وأنا مقصرة وأعتذر عن تقصيري، وتحياتي للدكتور يحيى ودكتورة هناء، دكتور سامي، دكتورة ملحة، دكتورة الجوهرة، الله يحفظكم ويرعاكم. وكل كثير، أنا الأسماء كثيرة وجميلة ومميزة، نسأل الله أن ينفعكم بما علمكم ويزيدكم من فضله ومن علمه. شكرا وليلة سعيدة. القديرة الدكتورة عائشة حكمي، ما شاء الله تبارك الله، فصاحة في الخطاب وتركيز في المضامين، وأنت كذلك الله يزيدك من الفضل ومن النعيم، ونفخر بوجودك وحضورك ومشاركاتك. مشاعرك هذه صدقيني وسام وتاج على الرؤوس، وأنت من الأعضاء المميزين، ووجودك فخر في هذه المجموعة. طرحت أفكار رائعة في الجوانب التوثيقية وأيضا جوانب الانتشار، سواء على المستوى الشخصي كتعيين أو كمسمى، وإضافة مسمى سفير، وأيضا ما يتعلق بجوانب التوثيق وجوانب الاستفادة مما يطرح في هذا المنتدى. ولا أخفيك سرا، كنتي أو قاربتي أن تحرق بعض الأوراق التي كنت سأتحدث وسأرجعها لآخر اللقاء. ما شاء الله تبارك الله، توارد خواطر، وما هذا إلا لنبلك وفضلك وجمال إنسانيتك وكنوز معرفتك. تحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، في تعريفي متواضع للنخبة، هي مجموعة أو فئة منتخبة من بين جمع من الناس. هذه الفئة تتوافر فيها صفات ودلالات أهلتهم للدخول في هذا المجتمع وفي هذه الصفوة،
وهم قلة مقابل كثرة من الناس. وصفات التمييز هذه جعلتهم في موقع الرفعة والعلو من خلال ما يحملونه من فكر وثقافة ووعي والتزام وأخلاقي يسمو بهم من خلال إدارة وقيادة واعية ومثقفة نزيهة. فالنخبة هي دلالة ارتفاع وعلو وسمو في الفكر والأخلاق والعلم. رعاكم الله جميعا. المفكر العالم الجهبذ الشيخ صفر الزهراني، الله يزيدك من النعيم ومن الفضل ومن كل خير وكل عمل يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله تبارك الله، شخصية مميزة بفكرها وعلمها ونفعها. الشيخ صفر الزهراني من أعمدة ومؤسسي هذا المنتدى. ليس كذلك ما أعرفه عن الشيخ صفر، هو أيضا راعي لأعضاء المنتدى في منطقة الرياض، يبذل الجهد حلقة وصل مع الدكتور محمد العجلاني في إيصال ما يرسل وما يستقبل للأعضاء الموجودين في هذه المنطقة. إذا جاء شخص من خارج الرياض يكون الأخ والشيخ سفر في مقدمة المستقبلين، وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، كل هذه الأشياء وغيرها يجمعها الفاضل الحبيب سفر الزهراني. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما يقدم في ميزان حسناته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني بداية نحيي أخونا الأستاذ يحيى على يعني هذا الطرح الرائع. والحقيقة الكلام عن النخبة يعني كلام ذو شجون حقيقة، يعني لأن النخبة بالنسبة لنا أصبحت يعني جزءا أساسيا في حياتنا لا يمكن الاستغناء عنه. وأنا أعده حقيقة جامعة عربية مصغرة. يعني أنا قبل أن أتشرف بيعني بالدخول إلى النخبة حقيقة بالنسبة للثقافة كنت تائها، لكن عندما يعني شرفت بالدخول والانتساب إلى هذه النخبة الحقيقة أحسست أنني وجدت ضالتي، وقلت ذلك ما كنا نبغي حقيقة. يعني المواضيع التي تطرح، الرعاية الكريمة من سمو الأميرة الجوهرة حفظها الله، القائد المحنك الدكتور محمد شريف العجلاني، هناك شخصيات في هذه المجموعة وفي هذه النخبة حقيقة يعني أصبحوا بالنسبة إلي أقرب كثيرا من الشخصيات الواقعية التي أتعامل معها يوميا. يعني لا يمكن إطلاقا أن نستغني عن المستشار الدكتور أسامة وكلماته الرصينة يعني وهو وجهة مشرفة، البروف أستاذنا الدكتور محمد إسماعيل، الدكتور وجيه، المهندسة أمل، الأستاذ البندري، الدكتور حسني، الدكتور ماهر، الدكتور واثق، يعني حقيقة كوكبة، الأستاذة الكبيرة شاه القضاء، يعني حقيقة لا يمكن إطلاقا، يعني هم نجوم حقيقة، وكل شخص فيهم أصبح قامة وله بصمة واضحة، بحيث إن غاب أحدهم حقيقة أحسسنا بالفقد الكبير. أبو طارق الزهراني، الأستاذ عبير من سوريا، حقيقة هناك أنا لا أريد أن أنسى أحدا، الدكتورة هناء، يعني قامات قامات قامات. فالنخبة لم تعد مجرد جروب على الواتس أو ما شابه ذلك، النخبة الآن تشكل وجداننا من جديد، النخبة الآن تشكل ملامح خاصة، دكتورة جميلة، الأستاذة نعيمة، الحقيقة أنا لا أريد أن أنسى أحدا، يعني لكل منهم بصمة، بحيث إذ إن قرأت الآن كلاما دون أن تنظر إلى لمن ينسب هذا الكلام تأكدت أنه لفلان أو للدكتور فلان أو للأستاذ فلان أو للأستاذة فلانة أو للدكتورة فلانة، لأن لكل منهم الآن بصمة خاصة. حقيقة يعني مهما تحدثت عن النخبة لن أوفيها حقها، وقائدها المحنك الدكتور محمد الشريف، الحقيقة يعني هذا الرجل يعني له يعني كاريزما خاصة، له حضور قوي، أستاذ في إدارة الحوار، يعني دائما يرفع من الروح المعنوية للمشاركين ويطمئن علينا. لا يعني
يعني شهادتي تعد مجروحة في النخبة حقيقة، لأن النخبة يكفي أن أقول أنها جامعة عربية مصغرة، يكفي أن أقول أن النخبة أصبحت جزءا يعني لا ينفصل عنا أبدا. بإذن الله بإذن الله أتوقع في قادم الأيام أن تصل النخبة إلى ما نصبو إليه جميعا، وأن يعرف عنها كل بيت عربي. وخالص دعواتي لجميع الإخوة، الأستاذ يحيى على هذا الطرح الراقي الرائع، ودعواتكم لنا، وبارك الله فيكم أجمعين. ويعني تشرفت يعني، وأنا أشرف حقيقة أن أتحدث عن النخبة وعن كل نجومها، لأنني يعني يشرئب بالعنق حقيقة أن أتحدث عن هذه الهامات وعن هذه النجوم المضيئة في سماء ثقافتنا العربية. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أخوكم مجدي الربعي، مصر الكنانة. أنت السمو والعلو في كمال الصفات البشرية دكتور ماهر، وأنت الماهر أيضا في سياسة الكلمة والتعبير. شكرا لطيب المشاعر وعلمك وفضلك من ركائز هذا المنتدى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحية عطرة إليكم أرفعها بثناء العطر والكادي والزهر لهذه المجموعة وهذه النخبة الطيبة من ذوي القامات العلمية والعملية. أفخر بوجودي بينكم، وأشكر الدكتور محمد الأجلاني على إضافتي معكم، مستفيدا من علمكم ومن خبرتكم ومن حياتكم. شكرا جزيلا لكم لوجود هذه النخبة الثقافية المتعددة الثقافات في العالم العربي. وتعرفنا على إخوان لنا من كثير من الأقطار، عرفنا ثقافتهم وفكرهم وحياتهم وبلدانهم، فهذا أمر نفخر به جميعا. وأشيد أيضا بصاحبة السمو قائدة هذا المنتدى، وقائد هذا المنتدى الدكتور محمد العجلاني، كتب الله له الأجر والثواب وجعله في موازين حسناتكم جميعا. أخوكم الدكتور سلطان التركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية عطرة لكل من تفضل بالمداخلة الرائعة لهذه. القدير الدكتور سلطان التركي، الله يسعدك على هذه المعاني الجميلة، وفعلا أشرت إلى جانب مهم جدا لمسناه وعرفناه عن قرب في هذا المنتدى النخبة الثقافية العربية، وهو كثير من الطبائع من الحياة الاجتماعية. عرفنا عادات وتقاليد إخواننا وأخواتنا في البلدان العربية من خلال الطرح ومن خلال المعيشة معهم في هذا المنتدى. قرب هذا المنتدى وعكس لنا كثير من الأشياء التي كنا نسمع عنها أو نقرأ عنها، وأيضا أضاف لنا معلومات عن إخواننا وأخواتنا، معلومات لن تجدها في بطون الكتب، مثل ما تنقل بحركة ومشاعر ووصف إنساني منهم، من الفضلاء والفاضلات من الإخوان والأخوات. أحسنت يا دكتور. تحية عطرة لكل من تفضل بمداخلة في هذه السهرة الجميلة بمنتدى النخبة الثقافية. وأود أن أقول إن تاريخ 22 أكتوبر عام 2015 إنما يمثل في نظري ليس مولد المنتدى وليس مولد المشرف عليه، بل هو مولد كل عضو انضم إليه سواء في هذا التاريخ أو فيما بعد. وهذا المنتدى إنما يمثل راية لنا جميعا نستظل بها، فيسعد المرء منا أن يقول أنا أنتمي إلى هذا المنتدى، أو أنا عضو بمنتدى النخبة الثقافية العربية. هذا هو أجمل ما في
هذا المنتدى الرائع والراقي والمتميز، حواراته لا تنتهي إلا عندما يمل الأعضاء، أمسياته متعددة ومتنوعة وتكشف عن غزارة معلوماتية وثراء معرفي. إذن فالأمر أعظم من أن نقول إنه جامعة عربية تجمع هؤلاء النخبة، بل هو أميز من أن يقال عنه إنه مجرد جامعة، بل هو أشمل وأعم وأسمى من ذلك بما يحظى به ليس المنتدى فقط، بل بما يحظى به كل عضو من سيرة ذاتية نعتز بها جميعا. ولذا فنحن نسعد بكل عضو يحظى بشهادة تقدير سواء داخل المنتدى أو من خارجه، نسعد عندما نجد أمسية رائعة تضم عددا من أعضائنا. ولذلك أنا أذكر في بعض مقالاتي التي كتبتها عن المنتدى النخبة الثقافية أنني كنت معتزا أيام اعتزاز بالأمسيات التي عقدت عن المغرب الحبيب أو عن المملكة السعودية أو عن مصر الحبيبة أو عن العراق أو عن غيرها، لأن هذه تمثل اعتزازا وانتماء ما بعده انتماء. هذه هي النخبة الثقافية التي تستحق منا أن نشكر كل عضو فيها. الله يجزاك الخير الفاضل الدكتور أسامة أمين أحمد عبد الجواد، ما شاء الله تبارك الله، فخامة في طبقات الصوت، زاخرة بفكر رائع وواسع وشامل، معرفة، فصاحة في اللسان، قوة في الأسلوب، انتقاء للألفاظ، روح أخلاقية، ما شاء الله تبارك الله. الله يسعدك دكتور، ونحن نفخر بوجودك، وكلماتك هذه دافع لمزيد من العطاء، ودائما نلتقي على الخير. كثير من الأمور في المنتدى، إضافة إلى الحوار الفكري الديني العلمي الاجتماعي الثقافي الذي يحضر له كل الأساتذة والدكاترة والدكتورات خلال الأسبوع، هنالك تنسيق تام. يعني أنا أتذكر من كنت صغيرة أشوف مجلة بردة تصدر في أوروبا، في مقدمتها في بداية المجلة هناك عمود مؤلفة المجلة تكتب كلام فيه حكمة، وأنا اليوم كل يوم أصبح حتى ألقى سمو الأميرة الفارسة الجوهرة تكتب لنا فد فكر أو وجهة نظر معينة أو دعاء نستلهم منه، يعني خطوة نحو الحياة، إضافة إلى يعني قرآن الفجر وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنه أصبح منهاج صباحي في حياتنا. وقيادة الأستاذ محمد العجلاني، كل التقدير والاحترام إلى، يتابع الكل، يرضي الكل، يعني يعرف شلون يديرها، وكأنه يدير أسرة كاملة مهما تعدد العدد، مهما كان كبير العدد هو فوق هذا العدد قائد وفارس. وكذلك يعني العلاقة اللي صارت في هذه النخبة، عدا العلاقة الفكرية والثقافية، هذه العلاقة الحلوة، أعتز بأخوة وأخوات صارن صديقاتي، الأخت شاها والأخت أمل والدكتورة هناء والأخت فاطمة الدوسري، وست جميلة، وكل يوم نتبادل صور الورود، وكأننا أصبحنا أسرة واحدة، نطور من نفسنا ونبقى كوحدة عربية موحدة لوطننا العربي الكبير، من كل دولة مشارك يرفد
هذا النهر الكبير بروافد خير وبركة. أعتز كل الاعتزاز أنني أصبحت ضمن هذه النخبة التي شرفتني. وتحية للجميع، أختكم زاهد العسافي من بغداد العروبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركات. حقيقة من اليوم الأول بانضمامي إلى مجموعة النخبة الثقافية العربية وأنا أشعر بالسعادة الغامرة، وأشكر أولا في هذا المقام سعادة البروفيسور الدكتور محمد العجلاني على طرح الفكرة واستضافتي، ومن خلال مجموعة النخبة الثقافية العربية ازددت معرفة بأهل الفضل والعلم والثقافة، وعلى رأسهم صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود، والأخوات الأستاذة شاهة، والأخوات الفاضلات والإخوة الفاضلين من دكاترة وعلماء وقضاة وأهل الفن والإعلام، وكذلك الإخوة في السلك العسكري والسلك الدبلوماسي. فشكرا للجميع، وشكرا للدكتور محمد العجلاني يعني هذه الاستضافة. وحقيقة حينما أذكر محطات هذه النخبة فأذكر وأنا يعني انضمامي إلى كان في وقت قريب تزود عن السنة بشيء قليل، ولكن في خلال هذه الفترة أتيحت لي حقيقة المشاركة في كثير من الحوارات النافعة والجميلة والهادفة، سواء على الصعيد الديني أو الثقافي أو خبرات الحياة العملية والعلمية. وحقيقة أبهرتني مشاركة الإخوة جميعا من جميع الأطياف ومن جميع المشارب وجميع الخبرات، سواء من أفرد ليلة أو أمسية كاملة أو من اعتدنا عليه مثل الدكتورة هناء والدكتور لطفي والدكتور أسامة أمين والدكتورة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، عندما أشارك ضمن كوكبة من العلماء إخوة وأخوات من شتى جغرافية الوطن العربي، فإنني أتشرف بهذا الجمع المبارك من حيث الفكر الصائب والأطروحات المتميزة والتنوع في الطرح. فوجدنا الجانب العلمي الموضوعي، وجدنا الجانب الأدبي، وجدنا الجانب الجغرافي والتاريخي، وجدنا التربية بمعالمها وأسسها وتطلعاتها المستقبلية، وجدنا أيضا الإعجاز العلمي في القرآن والدراسات حول هذا المنهج الرباني العظيم الذي نشرف به جميعا. يعني أداخل وإن كنت متأخرا لأنني لم آتي إلا متأخرا على ما سبق من حديث، لكنني ألتمس العذر من الكرام والكريم يعذر. وشكرا للقائمين على هذا المنتدى وهذه المجموعة الرائعة بإشراف صاحبة السمو الدكتورة الجوهرة، رائدة من رواد التربية والتعليم والتعليم الأكاديمي، والزميل الفاضل الدكتور محمد العجلان وغيره من مجلس الإدارة. أسجي لكم أوفر التقدير والشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساكم الله بكل خير نخبتنا الثقافية العربية. أعتذر يا أشد الاعتذار عن عدم تمكني من متابعة هذه الأمسية الرائعة، حيث أنني أنتظر في عيادة طبيب الأسنان دعوتكم. أما بالنسبة لانضمامي للنخبة الثقافية العربية فهو شرف عظيم وشرف كبير. هذه النخبة التي تضم كوكبة من المثقفين ومن العلماء ومن رجال الفكر ورجال العطاء والثقافة والفن والطب وكل الأطياف الثقافية العربية، هذه النخبة التي ذابت بينها الحدود هي بحق جماعة عربية نتبادل الأفكار بكل حرية وبكل أدب وبكل احترام لجميع العادات والتقاليد. فشرف عظيم لي أن أكون بينكم، وأعتذر أشد الاعتذار أنني لم أتمكن من متابعة هذه الأمسية، ولكن إن شاء الله الأخت شاهة قوة من المملكة الأردنية دائما ما تجمع هذه المدوات الغالية جدا في صورة برنامج واحد في اليوتيوب، وإن شاء الله أشاهدها. فأعتذر من حضراتكم أشد الاعتذار، وما شاء الله النخبة الثقافية تتقدم تقدم هائل يوما بعد يوم، وينضم إليها العديد من الأطياف الثقافية وإلى آخره. فدمتم وزخرا للعرب، وجزاكم الله خير كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدكتورة جميلة وغيرهم من أهل الفكر والعلم والثقافة، وحقيقة كانت المواضيع المتناولة حقيقة مفيدة في شتى مناحي الحياة. وحقيقة أنا أتابع سواء الحوارات في وقتها أو إذا لم أستطع أن أدرك الحوار، فلا شك أني أقوم بالدخول على التسجيلات التي تقوم بإنجازها وإكمالها الأستاذة شاهة، بارك الله في جهدها، وأتابعها حقيقة سواء على قناة اليوتيوب أو في القناة تويتر أو في غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. الكلام يطول في ذكر محاسن هذه المجموعة، ولا حقيقة أنا لا أستطيع أن أتخيل نفسي خارج هذه المجموعة، وذلك لأني أنا اعتدت على تدريب عقلي وإمتاع ناظري بالمشاركات والحوارات الجميلة. وحقيقة عندما أرى مشاركة الإخوة جميعا فإني أشعر بالغبطة والسرور، ولا شك إنها تضيف علي نوع من تحسن المزاج بما أراه من العطاء المنقطع النظير من الإخوة المشاركين، وبما أراه من حقيقة الدفع باتجاه المشاركات من الدكتور محمد العجلاني الشريف، وأيضا الجهود التي تقوم بها الأخت شاهة وغير الإخوة والأخوات. لا شك أدعية الصباح السحر التي تشاركنا وتغمرنا بها سمو الأميرة دكتور الجوهرة، كذلك مشاركات الإخوة والتفسير القرآن وآيات الإعجاز العلمي، كل ذلك يجعل الإنسان حقيقة في شعور دائما بالغبطة والسعادة، ولما يراه من إنتاج ولما يراه حقيقة من مشاركة وبذل، لأنه هذه المجموعة تقوم على البذل والعطاء بدون مردود. فجزا الله خير دكتور محمد الشريف، وجزا الله خير جميع الإخوة والأخوات الذين يكرسون أوقاتهم وجهودهم لجعل هذا المنتدى منتدى ناجح راقي رائق وحقيقة وجميل. شكرا من الأعماق، وإن شاء الله بإذن الله ستكون منا مشاركات
بما يتناسب مع رقي هذا أو هذه النخبة الثقافية. شكرا لكم، وإن شاء الله عمر المجموعة طويل وعمر أعضائها طويل بإذن الله. نسأل الله لكم طولة العمر والعافية والسعادة والصحة وراحة البال والطمأنينة وصلاح الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين. أسعد الله مساءكم نخبة التميز والثقافة والفكر. ماذا عساني أن أقول عن هذه النخبة؟ وكيف أعبر عما يجول بخاطري من كلمات نحو هذا الصرح الذي جمعنا داخله؟ هذه النخبة التي تألقت وتتألق كل يوم بما تقدمه من ثقافة وفكر وإبداع وقوة طرح. هذه النخبة وهذه الصورة الرائعة لا أجد لها أي شبيه في أي مكان آخر أو مجموعة أخرى في أي مكان بالوطن العربي. أصبحنا أسرة واحدة نتفقد بعضنا كل يوم، ومن غاب نتذكره، ومن حضر نسعد بحضوره ونرحب به. هذه هي النخبة، أسرة متحابة متماسكة يقودها باقتدار ربان حكيم متواضع محب متفهم، استطاع أن يؤلف بين هذه القلوب البعيدة مكانا والقريبة من بعضها بالمشاعر والأحاسيس. ماذا عساني أن أقول عن هذه النخبة؟ وماذا أستطيع أن أقول عن هذه المجموعة التي تألقت وتتألق كل يوم بمشاركاتها بحواراتها بقوة طرحها؟ حينما أرى هذه الصورة الرائعة صدقا يتملكني الاعتزاز والفخر، يتملكني الاعتزاز والفخر أني سأكون بين هذه المجموعة الجميلة، وأن أكون عضوة مع هذول الأعضاء اللي أفتخر وأعتز أن أكون بينهم. بارك الله فيكم جميعا، بارك الله بمن جمعنا، بارك الله فيكم وأسعدكم جميعا. وتحياتي لكل أخ ولكل أخت، وتحياتي لكل عضو بالمجموعة أو غادر المجموعة. صدقا من تعرفت عليهم أنا سعيدة بمعرفتي بهم. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، عندما أشارك ضمن كوكبتي من العلماء إخوة وأخوات من شتى جغرافية الوطن العربي، فإنني أتشرف بهذا الجمع المبارك من حيث الفكر الصائب والأطروحات المتميزة والتنوع في الطرح. فوجدنا الجانب العلمي الموضوعي، وجدنا الجانب الأدبي، وجدنا الجانب الجغرافي والتاريخي، وجدنا التربية بمعالمها وأسسها وتطلعاتها المستقبلية، وجدنا أيضا الإعجاز العلمي في القرآن والدراسات حول هذا المنهج الرباني العظيم الذي نشرف به جميعا. يعني أداخل وإن كنت متأخرا، لأنني لم آتي إلا متأخرا على ما سبق من حديث، لكنني ألتمس العذر من الكرام، والكريم يعذر. وشكرا للقائمين على هذا المنتدى وهذه المجموعة الرائعة بإشراف صاحبة السمو الدكتورة الجوهرة، رائدة من رواد التربية والتعليم والتعليم الأكاديمي، والزميل الفاضل الدكتور محمد العجلان وغيره من مجلس الإدارة. أسجي لكم أوفر التقدير والشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميع الإخوة والأخوات الأعزاء جدا في النخبة الثقافية العربية. الحقيقة ويمكن يعني مداخلاتكم تعد وتعد بالفعل ثراء عميق جدا، وثراء فكري رائع من خلال هذه النخبة التي تتميز بالوعي
والانتماء إلى هذا الوطن الحبيب، بل إلى هذا البيت العربي الكريم الذي يضم حضراتكم جميعا من المحيط إلى الخليج. كما يعني أتوجه إلى الإخوة والأخوات هنا، وعلى رأسهم يعني الحقيقة سمو الأميرة الدكتورة جوهرة بنت فهد، وأيضا أخي الحبيب والعزيز الدكتور محمد الشريف، الحقيقة الذي يعني يحمل قلب أبيض زي الفل بالشكل العفوي، والذي يتقطر عزوبة ومحبة لكل إنسان. هكذا يعني أشعر دائما في الصديق العزيز دكتور محمد الشريف بكل ما يحمله من معاني الكلم والتواضع والرغبة دائما في العلم والقدرة دائما على لم والقدرة دائما على لم الشمل العربي ببساطته وقدرته الهائلة على بس كل ما هو إيجابي. يمكن الحقيقة أنا عايز أتكلم بشكل بسيط، ويعني عن الحقيقة انتماء أنا للوطن العربي انتماء ليس انتماء كلمات أو انتماء يعبر عنه قلمي فقط، ولكنها هي مشاعر الصدق الذي دائما ينمو داخلي كل دقيقة بدقيقة. لذا أعيش دائما مع يعني حضراتكم، وأنتم أساتذة كبار، ونحن نتعلم دائما من الأساتذة ومن الزملاء والزملات، وأيضا من الأشبال الصغار الذين هم بالفعل مستقبل وطن في غده الذي أراه دائما أفضل وأفضل. لكن الحقيقة يمكن يعني عايز أتكلم كروائي وكاتب صحفي، إنه الحياة اليوم أصبحت رواية كبرى لما فيها من تفاعلات بيننا وبين الآخر. أيضا أصبح فيها الكل يرتدي نفس الثوب تقريبا مهما كان يبدو مختلفا، لأن الواقعية فرضت علينا جميعا أن نتواصل معا يوميا من خلال هذا الهاتف الذكي. ربما لن أتكلم كلام يعني محدد عن رواية من الروايات أو مقال من المقالات أو قصة أو دين شعري أو دراسة نقدية أو جانب من جوانب الأدب، لكن الأدب اليوم الذي أراه أن المجتمعات العربية أصبحت تتحدث يقينا لغة واحدة، أصبحت تشعر دائما أن عليها واجب الالتصاق بعضهم ببعض أكثر من أي وقت. أيضا ربما كانت كورونا أيضا عامل مهم جدا لرصد الواقع العربي والواقع الغير عربي، وأكيد كل إنسان أصبح لديه فلسفة وثقافة من كورونا وما بعد كورونا. كل هذه التفاعلات هي تفاعلات الحقيقة ثقافية مفتوحة لا تتقيد بشكل من أشكال الأدب المعروف. ولذا أتمنى يعني في هذا المنتدى أن يتم التحفظ على هذه التسجيلات، ربما نستفيد منها جميعا في لحظة من اللحظات، ربما يعني تعيدنا دائما إلى ما كنا نتحدث فيه منذ أيام وشهور وسنوات من خلال قناة اليوتيوب التي تشرف عليها تلك النخبة الثقافية العربية. مؤكد أن العوامل الحياتية أصبحت تمثل جزء لا يتجزأ من التفاعل اللحظي، من خلال الإعلام اليومي، من خلال تلك الجروبات، من خلال العطاء حتى غير يعني المطلوب أحيانا،
لكنها هي ثقافة استطاعت أن تعيش بيننا على مدار 24 ساعة بلا انقطاع بلا لحظات من التوقف. وهذا هو يعني الشيء الذي يجب علينا أن نعد له الأجيال القادمة، لأن هل في الاندفاع تجاه تلك الثقافة المفتوحة شيء سوف يعود علينا بما هو إيجابي؟ ده سؤال لازم نسأله كلنا. هل السهر ليل نهار أمام هذا الجهاز الذي ينقلنا يمينا ويسارا شرقا وغربا، هل يعول عليه بناء أوطان متقدمة؟ هل سيكون عند الأجيال القادمة الفهم والوعي الحقيقي لقيمة هذه التفاعلات المفتوحة، التفاعلات الثقافية، سواء كانت سواء كنا نؤيدها أو لا نؤيدها، سواء كنا نتفق معها أو لا نتفق، سواء كنا نأخذ موقفا وسطا أو غير ذلك؟ لكن في النهاية أرى أن الانتماء إلى الوطن العربي الحبيب يرجع دائما إلى بث ثقافة تعليمية جديدة ومختلفة من خلال المدرسة الابتدائية، لأنها هي العصب الحقيقي لبناء جيل المستقبل، الجيل الذي نراه في الجامعة وما بعد الجامعة، لأن المدرسة الابتدائية هي التي تعيد دائما للشخص آماله وتوازناته وأيضا تنبؤاته بما سيكون عليه في المستقبل. ربما لا يعي هذا بالشكل الذي أتحدث به، لكنه يمثل له مخزون داخلي في عقله الباطن. أعتقد أن التعليم عنصر مهم، وعلينا أن نمد يد العون إلى كل مؤسسات التعليم العربية حتى نرى وجهاء للمجتمع العربي. لأن ما يؤلمنا أيضا كروائي أو أديب وكاتب صحفي أن أقرأ على جوجل وعلى منصات التواصل الإلكترونية أخطاء بالجملة وأخطاء هائلة، وأيضا رصد كل السلبيات التي في الحقيقة تضعف من النسيج الاجتماعي العربي. نحتاج دائما إلى إعلام عربي حقيقي يهدف فيه ومن خلاله إلى بس كل القيم النبيلة، أن يكون حارس إيجابي لهذا الوطن العربي ومحيطه وخليجه، أن نكف دائما عن النقد وأن نراعي الأخلاق التي حبانا بها ديننا الإسلامي وأيضا قدوتنا الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وما نعيشه اليوم على تلك الثقافة الصادقة والمتأنية والتي استطاعت بالفعل أن تحافظ على الوطن العربي بكل أشكاله مهما كانت هجمات التغريب وما شابه ذلك. لذا أعود مرة أخرى إلى أهمية التفاعل مع التعليم، والتفاعل مع التعليم يعني تطوير التعليم بما يعطي أخلاقيات وعلم حقيقي وليس فيه الشكل فقط، لأن الشكل يصبح بمرور الوقت غير مرغوب وأيضا غير مبهر، لكن الجوهر هو الذي يؤكد على هويتنا جميعا، هوية هذا الوطن، سواء كنا نعيش في المملكة العربية السعودية أو في مصر أو الإمارات أو العراق أو فلسطين أو الأردن أو سلطنة عمان أو الكويت وغير هذا من أقطار الوطن العربي الحبيب. هنا يجب علينا أن نتساءل دائما، ويعني
أرى أننا يجب علينا من خلال هذه النخبة الثقافية العربية دائما أن تتساءل فيما نتطلع إليه، وأن نعتز دائما بأوطاننا، وأن ندعم دائما يعني قادة هذه الأمة في هذه المرحلة التي أراها بالفعل صعبة. وهذا واجب علينا جميعا ألا ننقص من قدر أحد يقدم دعما في ظل ظروف يعني صعبة جدا. هذا ما أود أن أقوله من كلمات متواضعة في هذا التوقيت، لكن مهما تفوهت فهو قليل جدا أمام حضراتكم من خلال أفكاركم الكبيرة والتي تسعدني وأستفيد منها. كما أتوجه مرة أخرى بالشكر إلى سمو الأميرة الدكتورة جوهرة بنت فهد على رعايتها لهذا المنتدى الثقافي الكبير، وأيضا دكتور محمد الشريف الصديق الغالي والعزيز، وأيضا يعني كل حضراتكم كل اسم اسم باسمه. ربما يعني أشعر بالحرج إن يعني نسيت اسم من الأسماء، لكن الكل دائما يؤدي دوره والكل دائما يعطي بسخاء، فكل التقدير لحضراتكم جميعا وكل الشكر. ويحيا ويعيش دائما الوطن العربي. شكرا جزيلا، أخوكم عبد الواحد محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النخبة الكرام، دكتور محمد، جميع الحضور المشاركون جميعا، أتشرف بتواجدي معكم اليوم وسط هذه النخبة المتميزة المتألقة دوما. أنا بعتذر طبعا عشان عارف إن أنا بعيد عنكم الفترة دي، لكن ربي وحده يعلم أنا بقدم، ويمكن كنت بعت الإعلان بتاع الدبلومة بتاعتي، بقدم دبلومة كاملة المفاهيم الحديثة لإدارة الموارد البشرية، وهي 4 أيام في الأسبوع، وكل محاضرة بتكون 3 ساعات، حوالي 3 ساعات، وبتكون بعد ما برجع من عملي بتكون مساء. فده يمكن الشيء الوحيد اللي مخليني شوية مقصر في المشاركة في المنتدى، لأن تحضير الدبلومة 18 محاضرة كاملة، وتحضير المحاضرات والاختبارات والأسئلة والمداخلات والاستفسارات، فزخم جامد، وبصراحة يعني مجهود كبير مطلوب مني ان انا اعمله. طبعا يمكن ده الشيء الوحيد اللي مخليني بعيد شوية عن منتدى النخبة، وطبعا عذري اني طبعا ده علم انا بقدمه للناس، ويمكن ده يخليكم انتوا حضراتكم تسامحوني في ابتعادي. لكن طبعا انا يعني واحد من الذين ارتبطوا بمنتدى النخبة وبأعضاء النخبة الكرام والأخوات الكريمات، وبصراحة يعني لهم ولهن أفضال علي أنا شخصيا كثيرة. وجدت في النخبة العلم والخلق والإبداع والتميز والتواصل والمحبة، وقلما نجد هذا في أي مكان آخر. أنا بستمتع كثيرا بوجودي معكم وبالموضوعات والأمسيات الشيقة اللي فعلا بتضيف لينا الكثير من المعارف والمعلومات والثقافات المتنوعة. طبعا أنا قدمت يعني أكثر من أمسية أو محاضرة من خلال منتدى النخبة، وكان لي الشرف إن أنا أكون متواجد معكم، والمحاضرات اللي أنا قدمتها
وطبعا يعني انا يعني صغير جدا بجوار القامات الكبيره المتالقه الموجوده في منتدى النخبه، ولكن يكفي ان انا يعني قدمت هذه المحاضرات تحت رعايه سمو الاميره الجوهره، وده كان شرف لينا، والشهادات اللي احنا حصلنا عليها من سمو الاميره لازلنا يعني تيجان معلقه فوق رؤوسنا، ونفتخر بيها، ونفتخر ان احنا قدمنا محاضرات في منتدى النخبة، لان اللي بيسمعنا في منتدى النخبة احنا بنقول محاضرة واللي بيسمعنا نخبة، فطبعا ده بيبقى موقف صعب جدا، يعني ان الواحد يتحدث الى النخب والقامات الموجودة، ولكن صدارة او رحابة صدوركم يعني وتميزكم وتألقكم وتواضعكم هو اللي بيشجع الواحد ان هو يكون موجود بين حضراتكم. انا بشكركم جميعا وبتشرف بكم جميعا وبسعد بكم جميعا، واتمنى ان احنا نتواصل دايما على خير وحب ومحبة واحترام، ونكون دايما مفيدين للآخرين بالعلم والمعرفة والثقافة. أكرمكم الله جميعا وبارك لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور يحيى، أشكرك على هذه الفكرة في التذكير في أهمية هذا المنتدى، التجمع التقني النخبوي الرائع الذي الحمد لله استفدنا منه كثيرا، وتم توظيف التقنية لصالح العلم ونشر المعرفة. نهلنا من أفكار وثقافة الأخوة الزملاء في هذه المجموعة المباركة التي أسسها قائد التغيير أعتبره الدكتور محمد الشريف. حقيقة مهما تكلمنا عن هذا المنتدى لن نوفيه حقه، استفدنا منه كثيرا علما، استفدنا منه أفكارا، استفدنا منه علاقات مع كثير من الأخوة الذين الآن هم أخوان لنا في شتى بقاع العالم العربي والعالم الإسلامي. ولله الحمد المنتدى يطبق التغيير والتطوير المستمر، ونشاهد فيه دائما الإضافات، وكأنه يطبق الكايزن في الإضافات البسيطة ولكن المستمرة، وما وجود الأخوة المتمكنين الإعلاميين الكتاب إلا دليل على أهمية وتأثير هذا المنتدى، وإن شاء الله بإذن الله من تطور إلى آخر. أخوكم طلال الجهني، محافظة أم الأشم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة منذ انضمامنا لهذا المنتدى الراقي بعلمائه الكبار، والذي استقينا منه العلم والفكر، فلقد استفدنا كثيرا من خلال احتكاكنا ومناقشتنا واستماعنا لهذه الكوكبة الكبيرة من إخواننا وعلمائنا الأفاضل الذين نعتز بهم وبمعرفتهم. ويشهد الله أنني سعيد للغاية بوجودي في هذا المنتدى
ومع هذه المجموعة المباركة. بارك الله فيكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أخوكم فارس العصيمي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. طبعا قد أكون متأخر قليلا، لكن الظرف اللي احنا نعاني الآن به هو مسألة انه مسؤوليات الجامعة وامتحانات الدور الثاني في الكليات، والمشكلة انه داخل الكلية هناك كثير من أساتذة المصابين بكورونا، منهم العميد ومعاون العميد ورؤساء الأقسام، ما طلب انه عمل جهد مضاعف. فلهذا انا اتأخر يعني في الكتابة واتأخر في الرد، لكني متابع جدا لهذه النخبة المتميزة التي زدت شرفا ورفعة في معرفتها، وكانت لي فرصة طيبة وجميلة ورائعة أن أكون معها. أحسست فعلا بالأخوة والعمل والعمل المثمر. طبعا فرصة جميلة جدا أن أكون مع يعني علماء، نخبة، أساتذة، قامات، يعني الوصف لا يمكن أن يكون. كلامي مجروح بحقهم، تحت رعاية سمو الأميرة الجوهرة وإشراف الدكتور محمد الشريف. لا يسعني إلا أن أقول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأنتم نخبة. نعم أنتم نخبة، وهذا فخامة الاسم تكفي. جزاكم الله خير. السلام عليكم. دكتور واثق عباس، أستاذ في كلية الإعلام. أعضاء نخبتنا الأفاضل، إليكم مني أزكى التحايا، فيكفي ما تحمله كلمة نخبة من تميز وتفرد ورقي أن تجعلني مفتخرة بكوني واحدة من أعضاء هذا الصرح. هذا الصرح الذي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه متفرد، متفرد في كونه صرحا يجمع خيرة أبناء الوطن العربي، أو كما يحلو لي أن أسميه الوطن العربي المصغر. حقيقة لم أكن من مؤسسيه، ولكنني أستشعر نفسي إحدى بناته التي لا ولن تجد مفرا منه، فهو بيتي الثاني الذي أنهل منه عذب الأفكار، وأمتلك فيه إخوة أعزاء أبرار، وأنتشي بشيم كبار في القدر متواضعين أخيار، على رأسهم سمو الأميرة أطال الله في عمرها، وربان سفينتنا الدكتور الشريف اسما ومعنى، فأدام الله هذا الصرح منبعا للعلم وملتقا لذوي الأفكار الراقية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. طبعا يعني كم أنا سعيد بانضمامي لهذه النخبة المباركة، ومن أول يوم سبحان الله عرفني الدكتور مجدي جزاه الله خيرا على هذه النخبة الطيبة، وأنا يعني أستفيد كثيرا والله، يعني من الروح، من الحب الذي يشيع بين الجميع، من التنوع في الطرح، من أدب الاختلاف. يعني لو اختلفنا في موضوع بنلاقي يعني حتى لو زادت حدة التعصب للرأي بنلاقي كيف يعالج بشكل فيه حنكة وشكل فيه حكمة من الدكتور محمد ربنا يبارك فيه، المستشار أسامة، الدكتور حسني، الأخت شاهة. يعني أنا لا أريد أن يعني يغيب عني الأسماء، الدكتور مجدي، كل الأستاذ مجدي، يعني أن تغيب عني الأسماء، لكن والله يعني نحن محظوظون بأن هيئ الله لنا سبحانه وتعالى هذه
يعني الصحبة لنتعاون يعني في نشر رسالة الحب والسلام والدين البسيط السهل، الدين يعني الدين اللي احنا نريد أن يترجم إلى سلوك وليس إلى مجرد كلام أو خواطر أو شيء من هذا القبيل يعني. فلذلك أرجو لهذه النخبة أن تستمر وأن تقوى، وإن أهدافها يعني تتسع، ما تكون فقط يعني محصورة في هذا الأمر، وإن كان يعني هو في حد ذاته أمر عظيم إن احنا نكون على قلب رجل واحد يعني وهكذا، لكن يعني إن احنا نكون يعني سفراء في بلداننا وسفراء لنشر الإخاء والمحبة بين الشعوب العربية، اللي هي الحقيقة تعتبر من أكبر المشكلات اللي احنا كلنا بنواجهها الآن. بنلاقي كلمة صغيرة بتتنشر في تويتر أو هنا الدنيا تهيج وعلاقات دول تقطع وتتوتر، لأن طبعا يعني ولا تقف ما ليس لك به علم. فالكلمة مسؤولية، الكلمة أمانة، حتى لو كان موقفك يعني في اتجاه معين يجب أنك ترى وتزن الأمور بشكل يعني دقيق، لأن قد يترتب عليه ما هو يعني أعظم أو أصعب أو يعني أعقد. فيعني الكلمة بميزان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يديم هذه الصحبة وأن ينفع بنا جميعا، اللهم آمين. ويعني على المستوى الشخصي يعني أنا سعيد والله إن أنا بين هؤلاء الناس الطيبين والصالحين والعلماء الأجلاء في كافة التخصصات، وربنا يديم هذه الصحبة، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماذا عساني أن أقول؟ لكل مبدع إنجاز، ولكل شكر قصيدة، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر وتقدير. فجزيل الشكر لجميع أعضاء النخبة على رأسهم سمو الأميرة، وأيضا لقائد وربان هذا المنتدى الدكتور محمد الشريف، ولإدارة النخبة وأعضائها ولضيوفها أيضا. فإن قلت شكرا فشكري لن يفيكم حقكم، حقا سعيتم فكان السعي مشكورا. سعيدة بانضمامي إلى نخبة التميز. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد القائد المحبوب الدكتور محمد العجلاني والإخوة أعضاء النخبة المباركة، حقيقة هذه الالتفاتة التي قمتم بها في هذه الأمسية، أنا لا أسميها أمسية بل أسميها عرسا، لأن العرس يتم فيه التقاء الإخوان. التقينا ووصلنا رحمنا التي كنا نصلها منذ أن التحقنا بهذه النخبة المباركة، واليوم عن طريق بث الصور وتقديم الكلمات من كل الأعضاء توثقت هذه العرى وهذه العلاقات، ونحن في لحظة قصيرة استطعنا أن ننهل من شتى العلوم والحمد لله، وأن نتعرف إلى كثير من البلدان والعادات والتقاليد والأفكار والمستويات الثقافية، وهذا يثلج صدورنا ويجعلنا نحن في كل وقت ولحظة إلى هذا المنتدى المبارك الراقي الذي قلما نجد له مثيلا في غيره. في قمته سمو الأميرة الجليلة حفظها الله ورعاها، وفي مقدمته الأستاذ الخبير المقتدر الدكتور محمد العجلاني،
أخونا وحبيبنا وقائد الجميع، وفي الميمنة والميسرة نجد كثير من الإخوان في الإدارة، منهم الأستاذ شاهة والأستاذ أمل والأستاذ أسامة، الذين لا يدخرون جهدا في تنوير طريق الأعضاء في هذا المنتدى. بارك الله لنا ولكم جميعا، ووفقنا أن نسير بهذا المنتدى نحو أرقى المراتب والعلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لي، النخبة الثقافية العربية جسر للمحبة والتعارف والتواصل. النخبة الثقافية العربية قاطرة للتنمية وتطوير للمهارات في مختلف المجالات. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عذرا للتأخر في التداخل، موضوع جميل تشكر عليه أستاذ يحيى، الحديث عن النخبة وما هي النخبة بالنسبة لنا كشخص. حقيقة الملتقيات كثيرة والجروبات كثيرة، ولكن النخبة العربية الثقافية تعتبر علم. حينما نفتح في الصباح، أول ما نفتح على الرسائل الخاصة، ثم مباشرة إلى ملتقى النخبة العربية. ربما أو كثير أكيد تحدثوا، أنا لم أسمع الكلمات، ولكن تحدثوا وكل أدلى، ولست متقدما عليهم، ولكن كل يدلي بفكرته، فربما نلتقي في بعض الأفكار، وربما نضيف وربما لا نضيف. ولكن أنا بالنسبة لي هو الملتقى الأول بين المجروبات والمجموعات. مشكور لكل عضو يقدم لنا رسالة، يقدم لنا كلمة، يقدم لنا معلومة. حينما نفتتح مثلا بكلمة لصاحبة السمو فيها، نتحدث في فحواها كثيرا وفي محتواها أنا وبعض الزملاء، ثم مشاركة القدير فارس العصيمي والدكتور محمد، ثم كلمة بنت الريف ومشاركات، ثم تفاجئنا الأستاذة شاهة بطرح بإعادة ما تم طرحه وتوثيقه، معلومات قوية، سرد قوي، إضافات كبيرة. تحول هذا المجموعة الافتراضية إلى واقع وإلى واحة علم، وأخرجت لنا بادرة جديدة، أن هناك طلعت لنا مجموعة جديدة وهي نخبة الرياضة الثقافية. الأعضاء المتواجدين، تحول اللقاء الافتراضي إلى لقاء واقعي، حيث نلتقي آخر كل شهر. توقف بسبب هذه الجائحة، أصبحنا نلتقي مع الأستاذ عبد الرحمن العجلان، سعادة العقيد عبد الرحمن الزهراني، سعادة اللواء عبد العزيز العريني، القدير محمد المالكي، أبو طارق يحفظه الله، الأستاذ والأخ العزيز يحيى زيلة. صراحة مجموعة طيبة، تشرفنا بهم جميعا. التقينا مع الدكتور محمد العجلاني، يعني بعد أن كان عالم افتراضي أصبح عالما واقعي، نتلامس ونتبادل الزيارات، نتبادل التعارف. هذا تجسيد واقعي لواقعنا ولأمتنا، ونشكر الجميع. وحقيقة بالنسبة لي أنا يعتبر إضافة كبيرة في حياتي. حقيقة أعمارنا وصلنا 50، نقول 60، نقول لأمة محمد ما بين 60 و70، ما زاد عن ذلك فهو في المربح. إذن مهما كانت أعمارنا فهي قصيرة جدا قياسا بالحياة، لكن عندما أسمع إلى الدكتور محمد إسماعيل ويعطيني خلاصة فكرة، ثم أسمع للدكتور مجدي الهلباوي من مصر، ثم أسمع للدكتورة نعيمة من المغرب، ثم أسمع للدكتور
ماهر العلواني أو الدكتورة زاهدة أو الدكتور الشيخ وليد المشهداني أو جميع الأخوة، كل يدلي بدلوه فإنني أكبر بهم، بدلا ما عمري 60 أو 70 أصبح عمري 200 و220 من خلال أنني استخلصت ثقافتهم. وأنا من الناس اللي أركز أحيانا حتى كلمة العضو أعيدها مرة ومرتين وثلاثة حتى أتفهمها، وأحيانا أكتبها حتى أني أتوسع في هذه ويفتح لي بارقة من المعرفة. فكل الشكر لكل الأعضاء اللي أضافوا لنا هذه المعلومات، معلومات أتمنى بس منهم أنهم يحتسبوها لله تعالى حتى يكتب الله الأجر. عرفونا على مناطق كبيرة من الوطن العربي، عرفونا على أفكار، كل يوم نطلع بفكرة، نطلع بمعلومة، في تحول في الفكر، في تطور، في تغيير، في إضافات، في تقبل، فكر ثقافي واعي، معلومات جميلة حقيقة. نستنير بكم، نستنير بأدبكم، نستنير بأطروحاتكم التي لا تنتهي من وطننا العربي الكبير، ولا أقدم لكم كل الشكر الجزيل، وأفخر حقيقة بأنني موجود بين هذه الكوكبة المتلالية. أخوكم عبيد الدوسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، لأحلى بستان بنعيش فيه. أولا نشكر الإعلام القدير الأستاذ يحيى زيلة على هذه البادرة الرائعة، وتجعلنا نتوقف قليلا عن جمال الطرح في شتى الموضوعات من بساتين المعرفة والعلم، لنلقي كلمة حق في منتدانا الجميل الرائع الذي يجمع كافة المفكرين الرائعين من شتى بقاع الوطن العربي. ولا أنسى اليوم الذي حدثني فيه أخي الدكتور محمد بأن هناك منتدى جميل للنخبة، فوجدت قامات رائعة، قامات لا نزكيهم على الله، من أخلاق ودين وعلم وسعد أفق وجميل الطرح، من إخوة أخوات، قامات عربية يفخر بها الوطن العربي، مداخلات جميلة رائعة، كل يمنح من وقته وعلمه، جميل الموضوعات، يجعلنا ننتقل في بساتين غناء جميلة من العلوم المتنوعة. منتدانا النخبة اسم على مسمى، هو وطن داخل وطن، وطن نعيش به ويعيش بداخلنا. فما هي الكلمات اللائقة التي تليق بمنتدانا بما يتميز من فكر وعلم؟ هو جامعة تجمعنا على قلب واحد يسوده الاحترام والحب والمودة، فكل حوار يعقبه مداخلات تنم عن فكر مبدع وعلم متفرد بما يحمل من ثقافات متنوعة. فلا تسعنا الصفحات لأن نتحدث عن رمز من رموز الوطن بما يحمله أبناء الوطن العربي النخبة، أسرة كبيرة تضمنا بحنان وأمان، تشملنا برعاية الأبوة ورعاية الأمومة، ننتقل به من علم في الدين إلى آخر في الاقتصاد، إلى الإنجازات الرائعة لكل قامة من قامات يشهد لها التاريخ بما تقدمه في مجال العلم والفكر والثقافة. ولا يسعني هنا أن أذكر الأسماء لأنني حقا أخشى أن يسقط مني اسما سهوا، فالجميع جميل، جميل بعطائه، جميل بفكره، جميل بثقافته، جميل بانتمائه وولائه، جميل بكل ما تحمل معنى كلمة جميل. ولأننا نفخر بانتمائنا ووجودنا في هذا السرح الشامخ الذي يشملنا جميعا ويزيدنا فخرا تواجد سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة حفظها الله، وبريادة وقيادة الأخ الأستاذ الدكتور محمد الشريف المؤسس لهذا الصرح، قيادة بارعة رائعة لا شك في ذلك، وبجانبه إخوان وأخوات يسهرون لتحقيق الازدهار والرقي والرفعة لهذا الصرح الإبداعي. ولن أطيل عليكم، فما ذكره الأخوة والأخوات له حري بأن يسجله التاريخ ويكون شاهدا لنا لا علينا بأن انتمائنا لهذه الجامعة ولهذا الوطن الصغير بمساحاته الفضائية كبير بقاماته العلمية هو فخر وعزة لنا جميعا. شكرا من القلب منتدى النخبة، شكرا من القلب سمو الأميرة، تواجدك المستمر بصباحات رائعة ومداخلات أروع وبصمات الفكر والعلم والثقافة،
شكرا دكتورنا الرائع محمد بقيادتك الحكيمة والرشيدة، وكم نسعد إذا تأخرنا عن الحضور يتفقدنا كما يتفقد الأخ أخواته. شكرا للغالية الرائعة شاهتنا المبدعة بما تحققه من إنجازات يشهد لها جميع من في النخبة. شكرا لكل أخ وأخت، لكل قامة ساهمت وتساهم في إنجاح وازدهار وتقدم هذا السرح البناء من غير استثناء. شكرا لنخبتنا نخبة الثقافة والعلم، هي واحة من واحات السعادة. نهرع إليها لنغذي العقل والفكر، نهرع إليها إن مسنا التعب، نهرع إليها إن افتقدنا معلومة، نهرع إليها لنسأل عن إخوة وأخوات عشنا معهم سنوات جميلة من بدء النخبة إلى وقتنا هذا، لم نجد منهم إلا كل الخير وكل المحبة وكل الأنس. شكرا لكم جميعا أحبتي، شكرا من القلب. أختكم دكتورة سميرة صندوقة المقدسية ابنة النخبة وأفتخر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحب والوفاء والأصالة والعطاء الفكري المتميز قد وجدناه في النخبة العربية الثقافية العطرة، فهي تصنع بساتين للروح تلتمس الإحساس العالي والنقاء وجوهر الفكرة. وجدت التميز في الأداء وطرح الآراء والمشاركة الراقية من خلال عقول منيرة بحجم كبير. وأحببت كثيرا الاحترام والالتزام بمعنى إسلامنا الحقيقي وفق معالم ديننا العظيم. تأتي لقلوبنا محبة وتزيد معرفتنا. والشيء العظيم هو الانتماء للأرض والوطن، وانتماء عربي كبير، وهذا ما نحتاجه، وأن نتوسع في سرد حضاراتنا العربية العريقة وتنميتها الحالية. في الحقيقة يعجز الكلام عن وصف كل روح وفكر وقلب هنا في نخبتنا العطرة. وأقول أمزج ألوان الحب والسلام، وأطرز كلماتي بالامتنان والاحترام لهذا الخلط الإنساني الراقي والأنيق العالي في أوجه مشتركة بعطائها في من وطننا العربي العظيم، ويبقى عظيما. أنتم أجنحة الحلم، لحن على وتر دوزنة العقول، وكل نوتاته موسيقية الروح النقية، عزف على أوتار القلب في مكان ضائع في أعماقنا. تحية من القلب لأعضاء النخبة الثقافية العربية المتميزين فكرا وتنوعا منيرا مفيدا نقف عنده، وأمسيات غنية قد كرموا من خلالها، ولنجاح الرائع والأسلوب والأداء والفن في أناقة ترتيب وسائل النخبة والأمسيات من خلال مشرفيها الورود الكرماء، ولقائدنا مشرف المنتدى دكتور محمد الشريف ربيع المنتدى وعطره، وجل التحايا والياسمين وعقه لراعية المنتدى الرائع سمو الأميرة جوهرتنا المضيئة. حماكم الله وزادكم تألقا وتميزا، فأسني باحترامي الكبير لمعنى ومضمون النخبة العربية الثقافية التي أصبحت عائلتي الثانية واحتلت حيز كبير من الروح. تحيتي وشكري واعتزازي كهكذا منتدى جميل وأكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخوة والأخوات الأفاضل في النخبة الثقافية المباركة، بيشرفني ويسعدني للعام الخامس على التوالي وجودي بين أخوة وأخوات أفاضل وفضليات علماء وعالمات على أعلى مستوى، وما زلنا بنتلقى مع حضراتكم وبنتعلم منكم وبنعطي على قدر الإمكان وعلى قدر المعرفة. وكما قالت سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة أن هذا المنتدى والملتقى تحول إلى جامعة ثقافية وبحق، نظرا لوجود كوكبة متنوعة في كافة المجالات في الوطن العربي الحبيب تثري الحوار بشكل يومي في أمسيات رائعة وعلى أعلى مستوى. بشرف مرة أخرى بإني بين حضراتكم، سعيد بوجودي في النخبة الثقافية العربية من عام 2015. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتسع بإذن الله المجال وتتطور بإذن الله أكثر وأكثر، وبإذن الله طموحات تتحقق وتتحول إلى كيان قائم ومتسع
أكتر من الوقت الحالي، وبإذن الله رب العالمين نسعد بحضراتكم، وأعتذر عن التأخير لظرف خارج عن إرادتي، وتحياتي للجميع. دكتور محمد لطفي. أسعد الله أوقاتكم نخبتنا الطيبة، أسعد جدا بمعرفتكم ومعرفة أرواحكم الجميلة وإبداعاتكم، ما شاء الله عنكم، أعمالكم رائعة جدا ومفيدة. نتمنى لكم التوفيق والنجاح أينما كنتم في هذا المنتدى وخارجه. مساء سعيد. النخبة العربية الثقافية كل يوم تشرق كالشمس، تسعدنا بجمالها وبنورها وعلمها، تضيء الطريق لنا وتفتح الأبواب بحواراتها وجمال طرحها. نحن هنا، ألمنا واحد، سعادتنا واحدة، نشارك ونتشارك كل شيء. نحن هنا نسمح لإبداعاتنا بالتدفق وبحب، فقط نعطي لأجل العطاء. نحن هنا نحرك كل مواهبنا ونستغل طاقاتنا، ثم نتذوق حلاوة إنتاجنا وأعمالنا. جمال النخبة الثقافية العربية بترابطها وعمقها وتبادل خبراتها من كل الدول العربية. هنا نحن كوكب اسمه النخبة الثقافية العربية. شكرا لوجودكم في عالمي، شكرا لكل معلومة قدمت واستفدت منها، شكرا لكل الأرواح الراقية، لكم مني كل الحب والتقدير والسمو. أختكم أمل بن حزام، المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سن بسنته واتبع هداه. أولا أشكر أخي الأستاذ يحيى زيلة، الأخ الصديق الحبيب، هذا الرجل الخلوق الوفي الذي فاجأنا هذه الليلة بطرح هذا الموضوع الجميل جدا. والحقيقة أنا لم أكن أتوقع أنه يعني بيطرح هذا الموضوع، ولكن عندما طرح 22 أكتوبر 2015 أنا لم يذهب بالي أبدا إلى المنتدى. كنت أفكر أنه يعني لأحد الأشخاص أو العلماء أو الأحداث الأخرى، ولكن فاجأنا كعادته بذكائه وطبعا حسه الإعلامي المعروف وخبراته أنه رجعنا إلى منتدانا. أنا دعوني أولا أقول كلمة عن المنتدى. المنتدى طبعا أنا أشعر أن فيه بركة، وهذه البركة لم تأتي من فراغ. أولا هذا المنتدى عندما أنشأته أذكر تماما الوقت والمكان الذي نشأ فيه. أذكر أنني كنت أصلي العصر وقرأت وردي من القرآن في المسجد، وبعد ذلك جلست في غرفة في المسجد أجلس فيها دائما هناك، وفكرت أنني أعمل هذا المنتدى، وفعلا أنشأت الجروب وأضفت يعني لدي من المفكرين والأخوان والزملاء أيامها، وبدأنا في إنشاء المنتدى والعمل عليه. فهو أولا أنشئ في مكان يعني مبارك، هو بيت الله، بيت من بيوت الله، وهذا في بركة دائما. بعد ذلك عملنا على المنتدى وبدأنا في استقطاب العلماء والمفكرين والمبرزين سواء في الإعلام أو في الفكر أو العلم. وهكذا يعني بدأ المنتدى يعني يكبر، وبدأ المنتدى يأخذ وضعيته. وطبعا معي من الأخوان الذين فكروا معي كثيرا يعني في هذا الموضوع، وعملنا سويا، وأنا طرحت عليهم أنه لا يضاف إلى هذا المنتدى إلا قامات تفيدنا وتفيد المنتدى.
ويكون لها بصمة يعني في المنتدى. والمنتدى حددت له شروط معينة يعني مهمة جدا، وهي البعد عن السياسة تماما، ما لا نتحدث السياسة، البعد عن المواضيع الخلافية الدينية وغيرها، أي موضوع خلافي ممنوع أنه يطرح في هذا المنتدى، البعد عن الرياضة، تشجيع الرياضة والتعصب الرياضي، وطبعا هذا أبدا لا نطرحه في المنتدى. كذلك الأنظمة، أنظمة الحكم في الدول العربية أبدا لا نتعرض لها، وأيضا الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية أيضا لا نتعرض لها أيضا. على هذه الأسس طبعا بني المنتدى، وأصبح له هدف معين وهو الثقافة، ونشر الثقافة ونشر العلم والحوار، و يعني يكون لنا بصمة في بلادنا العربية، التعريف بالبلاد العربية، التعريف بعلماء العالم العربي، يكون لنا كل يوم حوار، يكون لنا أمسيات، يكون لنا مجلس إدارة، يكون لنا هيئة استشارية. الإدارة لا تكون مركزية، الإدارة تكون المنتدى كله يدير المنتدى. في أمور كثيرة جدا ساعدت على أن يكون منتدانا طبعا بهذا الحجم الآن وبهذه الهيئة الآن. يعني هذه من الأمور التي فعلا ساعدتنا في أن يكون منتدانا طبعا كما ترون الآن، وكما ترون هذه الروح وهذه المبادرات من الجميع، الكل يريد أن يشارك ويتحدث عن النخبة الثقافية العربية. طبعا نحن استقطبنا بلا شك العلماء والمفكرين، واستشرنا الكثير والكثير منهم، وطبعا هناك ناس لهم أيادي بيضاء على المنتدى، وكلكم لكم أيدي بيضاء على هذا المنتدى. وطبعا صاحبة السمو الدكتورة الجوهرة لم يعني تبخل علينا بشيء، قدمت كل ما تستطيع وتدعمني دائما وتتصل علي دائما وتوجهني دائما. كذلك سعادة المستشار دكتور أسامة، هذا رجل قامة عربية معروفة في رئاسة الجمهورية في مصر، ورجل مفكر ورجل مستشار، طبعا استفدنا منه من توجيهه، من يعني حرصه، من إدارته معنا في الإدارة، من توجيهه لنا كثير. طبعا انا لا يعني قد بانسى الكثير، لكن انا ذكر بس يعني فقط يعني بعض الشخصيات ولكلكم يعني. والله انا يعني اقف عاجز انني اذكر يعني كل النخبه، عندنا ناس غير عاديين، عندنا ناس مفكرين، وهي نخبه بما تعني نخبه، نخبه الفكر، نخبه علم، نخبة أخلاق، نخبة احترام، نخبة. ونحن جمعنا العلماء من العراق إلى المغرب، كل بلادنا العربية، كل البلاد العربية ولله الحمد ممثلة في النخبة، وقدمت أمسيات من جميع البلاد العربية، وقدم فكر وعلم على القناة. وطبعا الأخت شاه جزاها الله خير، يعني هذه يعني يعني جناح كبير في النخبة، هذه الوحدة هذه يعني توثق أمسياتنا وتسهر أحيانا إلى الصباح، واليوم الثاني متواصلة معي ومع الإدارة، ولها جهود عظيمة جدا يجب أن نذكرها حقيقة. يعني المنتدى إن شاء الله نحن في المستقبل يعني لنا يعني مشاركات فعلية وعملية، وإن شاء الله يعني يكون لنا بصمة قوية جدا في عالمنا العربي. أنا أتحدث الأخوان قبل فترة، وقالوا كلمة يعني مهمة جدا، أن ما حققته النخبة العربية عجزت عنه جامعة الدول العربية، وهذا حقيقة صحيح وواضح. لم يختلف أعضاء النخبة يوما من الأيام في المنتدى، يسود الاحترام، النقاش حواري، نعم أطرح الفكر، أطرح فكرتك، ناقش،
باحترام، والكل يناقش باحترام وبأدب، وفوق ذلك يغلف هذا الحوارات المحبة والاحترام القوية جدا، وبذلك نحن نجحنا في هذا المجال. طبعا أنا أشكركم جميعا وأشكر كل من تداخل معنا، وطبعا الكثير يتداخلون، أنا أعرف الكلام هذا، وكثير هم يعني غير متواجدين الآن لكن سيشاركون، ونفخر بكم جميعا، وإن شاء الله يعني نطور جميعا منتدانا إلى ما هو أكثر. هو جامع الآن، يعني منتدانا ليس كأي منتدى، نحن نبدأ من الصباح من صلاة الفجر في العراق إلى صلاة يعني بعد صلاة العشاء في المغرب، وكل وقتنا كله حوارات وثقافة وعلم وأدب، وكل البلاد العربية تشارك، ومن خيرة أبناء الوطن العربي يقدمون النموذج الحقيقي للمسلم العربي وأخلاقه وأصالته والأسرة العربية. أصبحنا فعلا أسرة واحدة، ذكرتم أن أصبحنا كأسرة، فعلا أصبحنا كأسرة، يعني كل يوم أنا أفقد فلان، أفقد أحد الأخوات، نتواصل ونعرف ماذا عندهم وهكذا. شكرا لكم جميعا، لا أحب أن أطيل أكثر من كذا، ولكن نخبتنا بإذن الله تتبقى يعني رمز من رموز الفكر العربي الذي يجب أن نفخر به جميعا، ومنتدانا هو منتدى النخب، منتدى أهل الفكر، منتدى العلماء، منتدى أهل الخبرات. اجتمعنا جميعا على هدف معين، وهو الرقي بالعقل العربي. تحياتي لكم جميعا، وشكرا لكم جميعا، وشكرا لكل من تداخل معنا.